ناقش الصالون الثقافي الذي عقده حزب حماة الوطن بمحافظة السويس أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها على الاقتصاد المصري بالمركزية الاستكشافية. احنا كنا بنتكلم على تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على الاقتصاد المصري، وقد ايه مصر تم اديرت من جراء هذه الحرب اقتصاديا، وازاي ان احنا نعالج هذا الضرر ونحول المؤشرات السلبية الى مؤشرات ايجابية لصالح الوطن. اتكلمنا النهارده على شكل الاثار المدمرة للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وطبعا تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري. حبينا نشارك الناس الرؤيه، حبينا نشارك الناس نقول لهم احنا الاسعار اللي عندنا دي المبالغ فيها نتيجه حرب احنا ما لناش علاقه بيها. احنا بنتكلم، احنا الحمد لله حتى لو في عندنا اسعار النهارده زادت في سلع، بس عندنا سلع موجوده. احنا النهارده شايفين اوروبا النهارده فيها نقص شديد في السلع، اوروبا بنتكلم على الدول العظمى النهارده بتعاني من نقص شديد في السلع النهارده. احنا الحمد لله ما عندناش الموضوع ده. برغم من سلبيات التداعيات على الاقتصاد المصري، لكن هي بتفتح ايضا الافاق لايجاد فرص للاعتماد على الذات او الاكتفاء الذات، ولا سيما في مجالات الزراعه او في مجالات التنقيب عن النفط او الغاز او كل هذه الامور، والتي بالفعل هي كانت او ايجاد بدائل لسلاسل التوريد سواء على المستوى الاغذيه او على مستوى الاقتصاد. فبالتالي انا اعتقد طبعا يعني ان يعني كل ازمه يجب بالفعل استثمار الجانب الايجابي من الازمه، ولا سيما على الاقتصاد المصري. اهم محور ان احنا لازم نقول ان الشعب لازم يعرف ايه اللي بيدور في العالم، واحنا مش لوحدنا في المحور ده، او احنا مش لوحدنا في التحدي الاقتصادي ده العالم كله. واحنا بنقول امتى احنا تأثرنا بالحرب الروسية الأوكرانية. فكرة الندوات الثقافية هي فكرة مهمة جدا، وفكرة فيها توعية كبير جدا للناس والشباب بالذات. في مدينة السويس هي يعني من أحد روافد النبض السياسي في الدولة المصرية، طول عمرها محافظة في المقدمة ولها حس سياسي عظيم معروف. النقطة الأهم حضرتك، إزاي إحنا نقدر نوصل للناس ويحصل حوار على الأزمات أو الإشكاليات الحالية اللي موجودة اللي بتمس المواطن. في دول تأثرت بالسلب وبالإيجاب، منها مصر. مصر تأثرت بالسلب إن إحنا استوردنا تضخم حينما استوردنا بعض السلع من الخارج. أما الجوانب الإيجابية فالحقيقة كانت جوانب مهمة جدا. الجانب الأول، زادت الصادرات المصرية بمعدلات عالية جدا. الجزئية الأخرى، طورنا من البنية التحتية لمصر، مما أصبحت إن إحنا نستطيع أن نجذب استثمارات أجنبية، ونستطيع إن إحنا نزيد الملاءة الإنتاجية والملاءة الاقتصادية والملاءة الائتمانية للاقتصاد المصري. كان هدفنا طبعا استهداف الشباب، والحمد لله كان الحضور أكتر من 50% للشباب. هدفنا إن إحنا ننشر الوعي وننشر الثقافة، ما نبقاش واخدين الامور من جانب سلبي فقط. في النهايه التوصيات هترفع للاكاديميه الوطنيه للتدريب، ومنها ترفع لسياده رئيس الجمهوريه بنفسه، هو قال هتابع التوصيات للمؤتمرات اللي تقام للحوار الوطني. وفي الاخر احنا بنهدف ان يكون في زخم ومشاركه سياسيه حقيقيه من جميع فئات المجتمع وخاصه الشباب، عشان يكون في تكتل ووحده في الفكره والرؤى لجميع فئات الشعب المصري.